اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه فقره الفار مع الكابتن محمد فاروق والكابتن ناصر عباس. ومفاجات مدويه اطلقها الكابتن محمد فاروق في تصريحاته في مساله الظهور الاعلامي للحكام، بس دي جزئيه مهمه جدا هتكلم عليها، لكن عايز اروح لجزئيه تانية. معنى ان رئيس لجنه الحكام الاجنبي بيريرا البرتغالي لم تتوفر له اي امكانيات رغم ان الميزانيه فيها فائض مالي وفي ارقام ماليه جيده في اتحاد الكوره، اذا كان هناك اتجاه لعدم نجاح هذه التجربه في الفتره الاخيره. ودي عناوين مهمه جدا ليه احنا بنركز عليها وبنجيب التفاصيل من الناس اللي كانت موجوده جوه المطبخ عشان نعرف وتبقى الرؤيه بالنسبه لنا اوسع واشمل لما نعرف المنظومه دي كانت كيف تدار من راس الاداره من خلال مجلس اداره اتحاد الكوره. كابتن فاروق، لو هسالك على فكره الظهور الاعلامي للحكام، لما جيت تعين حكام مباراه النهائي الامر بالنسبه لك كان سهل ولا كان صعب؟ انا كنت عايز ترجع اتنين مصر. انا قعدت اربع ساعات في الاوضه بختار الطقم، اقسم بالله اربع ساعات بختار الحكم والمساعد الاول والمساعد الثاني والحكم الرابع والفار والايفار، بدليل لما نزلت الساعه 10 ونص او 11، يعني بدانا ندي هناك التصريح بالحكام كانت الساعه 10 بالليل. طب ليه قعدت اربع ساعات بتختار ليه؟ لان انا كنت حريص اولا في الاول وفي الاخر على نجاح البطوله. لان نجاح البطوله هي مش نجاح للتحكيم، نجاح للبلد. فكنت بتقرب، عايز اقول لك على حاجه يمكن غريبه جدا، انا بعد ما اخترت الطقم انا قمت عملت ركعتين استخاره. بعد ما اخترت الطقم قمت عملت ركعتين استخاره، بس خير ربنا اللي ربنا يكرمنا بالطقم اللي احنا اخترناه ده، لا لينا مصلحه في حاجه ولا لينا اي مشكله خالص. قلقك عشان ايه؟ قلقي ان انا ما اظلمش حد في المباراه، قلقي ان انا يظهر التحكيم بصوره كويسه جدا، قلقي ان انا كانت في موضوع الحكام ظهرت والكلام ده كله، فانا عاوز في الاخر الختام لو مش كويس هيفجر حاجات كتير جدا. فالختام الكويس بنجاح البطوله، وانت شفت البطوله نجحت نجاح كبير جدا، والطقم بتاع النهائي بالذات عمل مباراه كبيره جدا، فده كان قلقني جوايا. انا ما عرفتش انام لغايه الصبح، لغايه ما ربنا كرمنا وبعد يعني توافقت ان انا احط الطقم ده، وخدت راي المسؤول اللي معايا وقلت له، وقعدت مع الحكام واتكلمت معاهم، كان في نوع من الحب بيننا وبين بعض. طيب كان في اسره واحده. اكيد. طب جزء من ظهور محمود عاشور كايفار في الماتش النهائي كان سبب الظهور الاعلامي؟ لا 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 خالص خالص. انا كان ليا وجهه نظر، كابتن عاشور اسم كبير وخبره كبيره يكون موجود مع محمد معروف، لان محمد برضو لا يقل عن امين عمر. محمد كان مرشح بقوه يلعب الماتش النهائي، كان برضو عندي اللي انا وجوده في الفار ثقه كبيره جدا مع محمود عاشور، ايا كان هو اي فار ولا فار، الاثنين هيكملوا بعض وهيدوا صوره كويسه للتحكيم المصري بجانب امين عمر بخبراته الكبيره جوه الملعب. اخترت اثنين مساعدين كبار، احمد حسام ومحمود ابو الرجال، يعني الطقم بنسبه كبيره جدا كان متوافق كله مع بعضه، وربنا في الاخر طلعت الصوره الجميله المشرفه اللي احنا بعد ما رجعنا اتفاجئنا، يعني حتى ما حدش قال لنا شكرا، ما حدش قال لنا الاداء كويس، لا قالوا لنا في مشكله ومش عارف. طب ايه هي المشكله؟ جاي لك للمشكله دلوقتي، يعني مش جاي لك لموضوع المشكله. كابتن ناصر، اربع ساعات عشان يختار حكم نهائي او طقم حكام النهائي، هو كان في حيره من امره، في حكام ثلاث في الاعلام ودول يعني صعب ان هم يبقوا متواجدين في المباراه، رغم ان اعتقد الحكم الرابع كان موجود في المباراه، صح محمد؟ الرابع والايفار يعني احنا نتكلم، يعني كان المفترض طالما انت خدت قرار بعدم ظهور بعدم تعيين حكام ما كانش يجب انك انت تعين حكم رابع. الحاجه الثانيه اللي بتكلم فيها محمد، حكم الايفار، ودي مهمه جدا، ما كانش عندي حد ثاني، لو ما عندوش ما عنديش حد، ما انا رايح ناقص واحد اصلا، هعينه مين؟ دي مشكلتك يا محمد. هقول لك يا كابتن برضه عشان تبقى عارف، تسمح لي محمد، انا بحبك والله، بس يا كابتن انا النهارده طالع بحكام في سوبر مصر، ده مردوده بره عاليه جدا يا كابتن محمد، انت معايا يا محمد؟ يبقى انا المفروض النهارده لازم انا كرئيس لجنه الحكام بطلب طاقم التحكيم بالكامل، واخد كمان اثنين احتياطي، لان احنا قلنا التحكيم ده هو اللي بينجح البطوله، من غير تحكيم مفيش بطوله يا كابتن محمد، وانا هنا رئيس لجنه الحكام لابد قبل ما يطلع انا محتاج ستة حكام صفاره، محتاج بس ستة حكام مساعدين كامل، اربعه فار لازم كامل ووافقوا عليه، يعني اخترنا خلاص مفيش مشكله. احنا فوجئنا قبل السفر بيومين بالظبط ان مساعد مش موجود اسمه خالد حسين من اسوان. فسالته استاذ جمال ليه؟ قال لي لا العدد ومش العدد، حتى سالته قلت له طب انت شلته ده ليه؟ اشمعنى ده؟ طب خالد حسين ده اقول لك على حاجه بقى محمد، من افضل المساعدين اللي موجودين، اولا راجل دكتور ومثقف جدا، مهندس ومثقف جدا وشاطر قوي يا محمد. طب شلتوا ليه خالد حسين؟ ما انا جاي لك بقى في الكلام. ليه؟ فقلت له طب ماشي يعني، طب انتوا شلتوا خالد حسين ليه؟ قال لي اصل ده كان اخر اسم، فاحنا شلنا اخر اسم. والله العظيم خالد حسين يا كابتن. طيب فانا طبعا حسين. انت في وقت توقيت طبعا انت محتاج تاشيره ومحتاج كلام، خلاص احنا مسافرين. كمان انه رايح البطوله؟ لا ما كانش اتبلغ رسمي. لا ما اتبلغش رسمي، فطبعا دايما تشال
فقال لي احنا كنا عاملين اتفاقيه مع الامارات قبل كده تبادل حكام، فقال لي خلاص اتصرفوا بقى هناك وخدوا. فكان قدامي حل من الاثنين، يا ما اروحش واسيب البطوله وممكن تطلع في الاخر اللي انت زي ما بيقولوا اللي انت ما تحملتش المسؤوليه، يا اروح واتحمل المسؤوليه واستنى لما ارجع اشوف في الاخر ايه اللي هيحصل. الكلام ده محمد حضرتك ما قلتوش ليه بعد ما رجعت من البطوله؟ ايه؟ ليه ما قلتش الكلام ده؟ كابتن انا في المنظومه انا بحاول بقدر الامكان، انا بشتغل. بعد اذنك، انت عانيت معاناه كثيره وانت معاناه فوق ما تتخيل، كان عليك ضغط كبير يعني. انا النهارده المباراه نجحت تمام، لازم انا اوضح للراي العام ان انا يا جماعه من ضمن كمان مطالبي كان الطاقم التحكيمي اللي كان بيبقى موجود معايا الاتحاد ما ساعدنيش فيه، كان لازم اتوضح لان انت وضحت بعد ما انت خرجت من اللجنه، ودي الجزئيه دايما اللي ودي مهمه جدا جدا، وانا موجود لابد ان انا طالب واقول للمسؤول، المسؤول فين المسؤول من الامكانيات دي، لان لازم الراي العام كابتن يعرف العيب فين؟ محمد في بريرة، في محمد سعيد، في ناصر عباس، في اتحاد الكرة، لازم الرأي العام انت تطلع توضح طول الكلام ده عشان ما تبقاش الامور النهارده محمد فاروق شايل كل الليله دافع الفاتوره كلها. لا محمد فاروق انا اشتغلت وتعبت، اتحاد الكرة ما ساعدنيش، الكلام ده كان المفروض تقوله وانت موجود. طب بمناسبه دفع الفاتوره لجنه الحكام، تسريب محادثات الفار واللي حصل في مباراه الزمالك والبنك الاهلي، دفعت فاتورتها بالفعل بعد قرار اتحاد الكرة باقاله اللجنه؟ انا كمحمد فاروق انا مش انا برضه هرجع انا مستقيل من اللجنه تماما خلاص، انا فاهم ده، لكن اللجنه كلها دفعت دفعت. ما دلوقتي انتوا بتقولوا في حدث حصل والحدث ده لازم يكون في في انسان متسبب في الكلام ده، سواء بقى من التحكيم او من بره التحكيم، في الاخر احنا عايزين نعرف مين. لكن ما تاخدوش قرار بلجنه فيها ناس اصلا ما كانتش موجوده في القاهره اصلا عشان تقولوا كان في تسريب ولا فيش تسريب. يا جماعه عايزين نشوف الحقيقه فين. مين اللي ما كانش في القاهره؟ ايوه ما في ناس، واحد زي حمد راضي ده كان ما كانش موجود اصلا، ده كان في اسيوط. اوكي يعني في ناس ما كانتش موجوده، محمد فرج ده بتاع الخماسي ما كانش موجود اصلا، ده في البحيره. يعني اصلا في ناس ما كانتش موجوده. حضرتك كنت مع استاذ جمال علام؟ كنت مع استاذ جمال علام. طيب هو السؤال بقى، في اجتماع فني وفي حاله جدليه وتسريب محادثه، ليه سبت كل ده يا كابتن فاروق كنت قاعد مع استاذ جمال علام؟ ده السؤال اللي ما اتسالكش لغايه دلوقتي، في وسط الاحداث دي كنت مجتمع مع الاستاذ جمال علام ليه؟ لان انا خلاص كنت خدت قرار همشي، انا بتناقش معاه بقى في المشاكل، فين اللجنه يا استاذ جمال؟ احنا كده لا انت عملت لي لجنه ولا الكلام ده كله، حتى هو عشان يمتص الكلام ده عين عين سعيد عبد الغفار واحنا قاعدين. طب هنضيف سعيد عبد الغفار. فوجئنا بعدها ان سعيد ما نزلش حتى على ال، فكلمته تاني يا استاذ جمال انت، قال لا مش هنجيب حد تاني خلاص. انتوا بتقفلوها من كل ناحيه بقى خلاص بقى. احنا استحملنا وصلنا لاخر ما يعني عمالين نقول ماشي عشان التحكيم عشان العلاقات الكويسه عايزين نمشي الدنيا، لكن في الاخر حتى راحوا شايلينه. كلمت الكابتن عامر حسين قال لي ازاي؟ قلت له ده اتشال وما نزلش. قال لي انا اتواصل عشان يرجع تاني عشان يشيل حتى حمل من اللي احنا شايلينه. كنا عايزين احمد الجرح، عايزين احمد ساهر، الناس دي اشتغلت بجد، مش بنجامل حد والله. يعني احنا مش بنجامل حد، احنا عايزين ناس تشتغل للتحكيم المصري، مش زي ما قلت لك احنا لو هندور على مصلحتنا ما نلعب بالناس الكبيره وخلاص. لكن احنا اتحطينا في مواقف صعبه جدا، انا بقول لك انا اتعلمت من الموقف ده اللي انا جيت على نفسي او على حساب نفسي لصالح ناس ثانيه، ما كانش ينفع ان انا اعمل كده اصلا، لا كنت ادور على مصلحتي الشخصيه وخلص الموضوع على كده. لكن احنا عشان عندنا شويه من من الحياء، شويه من الاحترام، من الادب في التعامل مع الناس، ده اللي وصلنا للمرحله دي. التعديل اللي حصل على اللجنه يا كابتن ناصر كان جزء من المشاكل اللي حصلت دي، بدخول وجه جديد او طرف جديد، عدم تعيين اللجنه بالكامل، كل دي كانت اسباب ولا دخول وجه جديد سبب رئيسي في اللي حصل؟ هرد عليك السؤال يا كابتن محمد سيد، انت رئيس لجنه الحكام، هل المفروض ان انا افرض عليك حد؟ لا. ولا اول حاجه بسالك كابتن محمد انت محتاج مين؟ هو الراجل قال كده، انا محتاج سيد غفار، احمد ساهر، احمد الجرحي، مين تاني محمد؟ احمد ساهر واحمد الجرحي وأيمن وسعيد تقريبا سعيد ايمن اعتذر وأيمن. انا اتكلمت مع ايمن سعيد اعتذر. هو طلب المفروض النهارده لما اجيب حد لازم اروح له كابتن محمد، اسال محمد ذات نفسه. طبعا هو الراجل كان موجود وجاله اثنين، زي ما قلت لك المشكله كابتن كان مفيش تفاهم ما بين محمد والناس اللي دخلت لك الحكام. هروح لنقطه مهمه جدا وهو الاجتماع الفني او التحليل الفني في الجوله الاولى. الجوله الاولى انا اسمح لي اختلف معاك وانا بحبك ايضا. الاجتماع الفني وتحليل الجوله الاولى ده تحليل، اليوم ده يوم بقول عليه ليه قدسيه، صح كده؟ برافو عليك، قدسيه. يعني ايه يا كابتن؟ يعني انا كحكم موجود في التحليل الفني لما بشوف ان محمد فاروق رئيس لجنه الحكام مش موجود، لا يا كابتن الدنيا بتتفك. التحليل الفني ده بيبقى فيه ايه؟ رئيس لجنه الحكام موجود، لجنه الحكام الفنيه واللجنه الاداريه كلها موجود، كل الاخطاء ليه؟ بيترتب على كل اللي انا بعمله ده الجوله اللي جايه
مش الجوله دي، الجوله دي خلاص خلصت بمشاكلها. ده شغلنا دوت في الجوله التحليليه اللي هي كان المفروض محمد يروحها وما راحهاش لاي سبب كان. محمد كنت ممكن تاجل اجتماعك مع جمال علام، ولكن التحليل الفني يعني دي حاجه قدسيه، الحكام لازم كلها تبقى عارفه، اللجنه كلها موجوده وفي اهتمام، وبعدين كل الشغل اللي بيتعمل في الجوله الاولى ده بيروح للجوله اللي جايه بقى. يا كابتن محمد لو كان في حالات مفيش فيها توحيد قرارات، في عدم انضباط، في 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 الجوله اللي بعديها بيشتغلوا الحكام على هذا الشغل. فانا بعت لمحمد ان هو على فكرة عدم وجوده التحليل ما كانش التحليل تحليل كل الماتشات، التحليل كان معمول اصلا عشان المباراه دي بتاعت الزمالك والبنك الاهلي بس كده. الاجتماع الفني هو الهدف منه هو الماتش ده، كلهم موجودين وكل هيتكلم، بس هو كل الموضوع كان في الماتش ده. يعني الاجتماع الفني اتعمل ماتش الزمالك والبنك الاهلي حد اللي هو الاجتماع الفني اتعمل عشان لا استنى يا كابتن، لا 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 بعد اذنك، لا التحليل الفني تناول بعض الحالات يا كابتن محمد الجدليه اللي في بعض الماتشات. لا بس كابتن فاروق بيقول معلومه مهمه اصلا عشان كده يا كابتن ناصر. لحظه كابتن فاروق بيقول معلومه مهمه، قال لك الاجتماع الفني اللي اتعمل يوم الاحد في الفندق في مدينه نصر وفي القاعه المخصصه للاتحاد الافريقي كمان بالمناسبه كان اجتماع معمول عشان مناقشه حالات مباراه الزمالك والبنك الاهلي بس. بالنسبه لا مش بس، لا لا هو كانت موجوده في حالات ثانيه يعني. بس هو ده كان الاساس. ده كان الاساس، ده كان الاساس. طب ده كان قدام الحكام ولا كان ايه؟ كان قدام الحكام المناقشه دي كانت قدام الحكام ولا كانت في غرفه لا كانت قدام الحكام في بعض الحالات ومع الحكام في توقيت ثاني، مزيج ما بين كده وكده. طيب مزيج ما بين كده وكده، الحاله الجدليه اللي حصل فيها فكره تسريب المحادثه ومش المحادثه والكلام ده اتقال يوم السبت قبل الاجتماع الفني اللي اتعمل يوم الاحد، وجهه نظرك كابتن فاروق يعني تسريب المحادثه والاجتماع الفني يوم الاحد، هل مش كان من الافضل انك تتواجد يوم الاحد عشان تعرف ملابسات الموضوع كله؟ لا ما هو خلي بالك كان كلام لسه ما كانش في حاجه اتعرضت، كان مجرد كلام في البتاع، ما كانش في حاجه رسمي لسه. حتى لو كلام بالنسبه لكم هقول لك بس يا كابتن، انت لما تيجي تمشي رسمي على التحيه اللي اتعمل عمله جمال صدقي وخد بعض الناس اللي هي وصلت لهم الفلاشه او اللي هم كانوا مغطوين بهذا الموضوع ده يبرئ لجنه الحكام تماما خالص، لان اللجنه استلمت الكلام ده يوم الاحد. هو في الاخر في تحيات نيابه هي اللي بتقول مين اللي بريء. اللجنه استلمت الكلام ده يوم الاحد الساعه 1:30 تمام، الكلام ده اتقال من يوم السبت. يعني اللي حصل ده حصل ما بين نهايه المباراه لغايه قبل ما يسلم للجنه الحكام. اتسلم الهارد، الهارد اتسلم يوم الاحد 3:30 لمسؤول تقنيه الفار 3:30 تمام. لكن اتقال الكلام ده امتى؟ يوم السبت. يوم السبت اصلا ما كانتش وصلت لنا حاجه. فانت على الورق ما فيش، لا الشغل كله او الموضوع كله اتعمل في التوقيت ده من نهايه المباراه لغايه قبل ما يوصل الهارد للجنه الحكام. لكن انت رسمي على الورق لا لجنه الحكام ما استلمتش غير الساعه 3:30. ليه اللجنه تم اقالتها؟ ما انا ده اللي انا بسال، انا عايز سؤال الاستاذ جمال علام، سؤال للمسؤولين يا جماعه لو في حاجه غلط لازم نطلع نقول مين الغلطان والا الموضوع هينام. طب ليه ناس في اللجنه ساكتين ما بيردوش؟ مين اللي يرد؟ يعني كابتن فاروق طلع في ناس في اللجنه ما بيردوش، الناس التانية هتقول تقول يا كابتن. طب ما هو تم اقالتهم وبعدين الناس بتقول الناس 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 الموجوده ناس طيبه جدا مش هتتكلم في حاجه. لكن انا بقول لك دلوقتي وسؤالي للمسؤولين في البلد في الاجهزه. خلينا على الاتحاد. احنا دلوقتي في مشكله واحنا عايزين نعرف مين سبب المشكله، لكن الموضوع كده هيمشي؟ لا ده انت من حقك انت كلجنه ده انت ترفع ده اتحاد الكوره. رد شرف واعتبار للناس للجنه كلها باللجنه كلها، لان احنا نعرف الحقيقه فين. احنا قدمنا من 2000 من ساعه الفار ما دخل 2019 ما حصلش حاجه زي كده. وكانت عندنا مشاكل اقوى من كده بكتير. دي اول مره تحصل، دي اول مره تحصل في المنظومه اللي انتوا اشتغلتوا فيها من 2019. من 2019 عمرها ما حصلت. فلازم دلوقتي يا جماعه الموضوع لازم يبان له نتيجه، لكن الموضوع هيمشي وينام وناس تتدخل عشان الموضوع يخلص ويخلص، لا يبقى دي مش رياضه ودي مش كوره، وتوقع بقى المزيد بعد كده. اذا حضرتك ما كنتش موجود، كابتن سيد مراد استلم الهارد يوم الاحد، وبالتالي محتاجين نعرف التفاصيل اكتر في الفتره اللي جايه. اكيد طبعا. طيب القائمه الدوليه يا كابتن نصر، معلوماتي ان القائمه الدوليه لغايه دلوقتي الاتحاد الدولي لم يعتمدها، وكان بعت ايميل لاتحاد الكوره عايز يفهم ايه اللي حصل في القائمه الدوليه. بمعلوماتك واحنا النهارده بنتكلم في 21 نوفمبر، القائمه الدوليه المفروض تتحسم خلال قد ايه؟ كابتن اللي بيحصل انك انت كاتحاد اهلي بتبعت القائمه الدوليه في ميعادها خالص. عاوز اقول ان مفيش مشكله حصلت قبل كده على مدار السنين دي كلها محمد ان القائمه الدوليه راحت وكان فيها مشاكل باستثناء السنه اللي فاتت. لما القائمه الدوليه النهارده يحصل فيها مشكله، وانا هسال محمد سؤال مهم تسمح لي بس يعني اخد مكانك. السؤال محمد، القائمه الدوليه اتعملت اختياراتها مرتين. ده مرتين قدام الراي العام. مرتين. هل من المعقول كلجنه حكام، انا كلجنه حكام قائمة دولية مصر ومصر دولة كبيرة قوي قوي قوي، وانتوا كان عندكم فرصة تقعدوا مع بعض كلجنة احنا عندنا يا كابتن وتحطوا نقط في الحقوق وتختاروا الحكام، هل من المعقول تتعمل قائمة في يوم وتيجي انت من معسكر ابو قير في الصبح بتيجي عشان تغير وتقول لي ده شغل تحكيم؟ لا انت بتقول لي قائمتين وانت تعرف قيمتين. بعد كده اصلا
ايه اللي حصل؟ لا احكي لنا انت اللي حصل. ما انا ما اعرفش، يبقى انا بعد كده البتاع السيستم مفتوح. احكي لنا اللي حصل في الاول حتى. السيستم مفتوح. نبدا من الاول. ابدا من الاول. الكشف الطبي كابتن فاروق اصر ان الحكام تعمل كشف طبي ايا كان فكره الاعمار السنيه، وكله عمل كشف طبي. اه طبعا. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ بعد ما خلصوا احنا قعدنا وعملنا قائمه. اوكي. احنا مين؟ اللجنه مع مجلس اداره الاتحاد. اوكي. واعتمدت القائمه. لا انت قعدت الاول يا كابتن محمد مع لجنتك الاول قبل ما تقعد مع الاتحاد. مع لجنتي. اه مع اختصار الحكام بس عشان نكون واضحين. الاول قعدت انت ولجنتك عشان تختاروا الحكام الساحه والفار وهكذا. تمام. تمام. ده قبل ما تنزل. اتفضل يا كابتن فاروق. قعدنا واعتمدنا القائمه وخلص الموضوع. فوجئنا القائمه اتغيرت. مين اللي غيرها؟ اتحاد الكوره. الاتحاد. اتحاد الكوره طبعا. بناء على ايه طيب؟ بناء على اللي قاعد معاهم. حد في اللجنه ولا من بره اللجنه؟ لا من اللجنه طبعا. حد من اللجنه؟ اه طبعا. يعني حد كان معاك في اللجنه اتفق معاكوا على تشكيل القائمه الدوليه بالشكل ده؟ اه طبعا. وبعد ما تم ارسالها خرج من وراكوا وقعد مع الاتحاد وعدل فيها؟ اه بس انا حمل الاتحاد ما حملش الشخص. بس انا بتكلم على الاتحاد والمسؤوليه. انا بتكلم على مجريات الاحداث. ده اللي حصل. ده اللي حصل. وبعدين؟ وبعد كده رجعنا تاني عشان نتكلم عن الناس الكبيره اللي هي تكون موجوده كحق من حقوقها. احنا ملناش مصلحه مع حد. طب فدخلت وعدلت. وتعدل فيها. ايه اللي حصل تاني بعد كده؟ انا ما اعرفش. هو التعديل كان في ايه وازاي؟ كان في محمد عادل فقط. فقط؟ والمساعدين سامي هلهل وهنا فتاح. طب انا سمعت كمان ان محمود ابو الرجال اتشال من قائمه الفار. لا انا مش هتكلم على التفاصيل دلوقتي لان انا معايا الورق ودي هتبقى حلقه كامله جدا هتكلم فيها. محتفظ بالتفاصيل؟ اه طبعا طبعا بالورق بكل حاجه. فاعفيني اللي انا لغايه ما تيجي من الاتحاد الدولي عشان يبقى لينا رد على القائمه اللي جايه من الاتحاد الدولي. انت عرفت الاتحاد الدولي بعت ايميل لاتحاد الكوره بيسالوا؟ اه طبعا. لما جالكوا الايميل شفتوا ايه رايك؟ يا ما جالنا الايميل ايه؟ لما جالكوا ايميل من الفيفا كان تعليقك ايه وقتها او اللجنه ردت قالت ايه؟ اللجنه ردت بتقول ان لو في حكام كبار فدول خبرات، لو في حكام صغيرين فاحنا عايزين ندي فرصه، مصر بلد كبيره ومن حقنا ان احنا القائمه بتاعتنا تبقى كبيره. انتوا حطيتوا زياده عن الحد الاقصى؟ في بعض الزيادات وده اللي عمل بلبله شويه بالنسبه. بس عادي مش بلبله ولا حاجه، ما كل سنه ساعات بيحصل كده. يعني في السنين اللي فاتت كان بيتحط 8 و9 الكلام ده كله بيتحط يعني مش جديده يعني. مش جديده؟ لا لا مش جديده لا. طيب لما بعته للفيفا كابتن ناصر وبعته للفيفا، الفيفا ما ردش لغايه دلوقتي. حسب معلوماتي الفيفا ما ردش. انا بقول لك على حاجه. ومعلوماتي ان تم ارسال القائمه للاتحاد الافريقي. وهيحط القائمه الدوليه بناء على تقييمات الكاف للحكام في الفتره الاخيره. تسمح لي؟ اتفضل. طيب انا بس بسال محمد مجدي رزق هو راجل مسؤول حكام الفار. ليه تم استبعاده من لجنه الحكام؟ ده سؤال. السؤال الثاني هل مجدي رزق هو سبب عدم اعتماد القائمة الدولية؟ لأن هو بعت خاطب الاتحاد الافريقي الاتحاد الدولي وده طبعا على عهدة لجنة الحكام قالت إن مجدي رزق خاطب الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي من وراء لجنة الحكام وبالتالي تم استبعاده من لجنة الحكام. هل مجدي رزق تم استبعاده عشان هو قال الكلام الصح يا محمد؟ ولا كانت ايه مشكله مجدي رزق ان هو شفنا ان هو تم استبعاده حتى في المعسكرات الاولانيه في ابو قير ما حضرش خالص والمعسكر تم بدون مسؤول الفار. لا مش استبعاد يا كابتن. بص مجدي رزق اولا هو حد محاضر بتكلم بمنتهى الامانه على درجه عاليه جدا وحد خدم التحكيم المصري واشتغل بكل امانه. لكن اللي حصل في الفتره بتاعه القائمه ان الكابتن مجدي وانا الكلام ده ممكن هو يزعله بس انا بقول اللي حصل ان هو رايه كان بيتغير كل ساعه. يعني نتصل بيه نقول له كذا يقول لا الاتحاد الافريقي انا كلمته قال كذا، نتصل بيه بعدها شويه نلاقي عكس الكلام، فاحنا مش عارفين اصلا هي فين الحقيقه فين اصلا، فدي كانت عملت مشكله، لكن هو على المستوى الشخصي لا الراجل اشتغل بمنتهى الامانه بمنتهى الثقه في شغله، ما عندوش غبار في الكلام ده كله، فدي اللي عملت المشكله، ان هو بدا يبعت جواب وبعد كده نيجي نكلمه بيقول عكس الجواب. بعت جواب ازاي؟ يعني عشان بس الناس تفهم التفاصيل. بعت جواب لاتحاد الكوره بيقول واحد مش عايزين نقول تفاصيل بس. هو مش بعت جواب بعت جواب لا 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 بعت على بعد ما بعت جواب للاتحاد الافريقي هو بعت للاتحاد المصري. تمام. قال له 1 2 3 4 بالنسبه لحكام الفار دول عامة بقى اللي هو ذكر فيه. فلما جينا انا قبل ما اروح للاستاذ جمال علام وانا جاي انا عملت له فويس وقلت له يا استاذ جمال علام انا جاي للاتحاد دلوقتي وفي قائمه دوليه عايزين واحد نتقي ربنا في كل حاجه نعملها عشان ربنا يحاسبنا عليها، ثانيا نحط اسم مصر ونشتغل على الكلام ده كله. وانت تتواصل مع لان كانت عامله مشكله الفار مع الكابتن مجدي رزق كواحد مسؤول وعنده خبرات وعلى اتصال بالاتحاد الافريقي وتسمعه. عشان كل نقطه تتحط على الحروف وبعت له كل حاجه معايا وبعت له الفويس ده. لما جينا فعلا الاستاذ جمال علام الراجل راح متصل بالكابتن مجدي رزق واحنا قاعدين قال عكس الكلام خالص اللي هو كان كاتبه. فالقصه هي دخلت في كده. ماشي. بس هي الفكره عشان اوضحها للناس برضو
كابتن مجدي رزق ومسؤول تقنيه الفار في لجنه الحكام، كان ليه رؤيه ان طبقا لشروط الفيفا في حكام لا تنطبق عليهم الشروط ويتحطوا في لسته الفار، وبالتالي كان بيستبعده. طبعا وجود بعض اعضاء اللجنه موجودين وابنائهم بيحكموا ده عمل مشكله وعمل ازمه. بامانه يا كابتن فاروق، وجود ابناء الحكام واعضاء اللجنه موجودين في نفس التوقيت، يعني العلاقه اللي موجوده ابناء العاملين زي ما بيقولوا، ده كان سبب ازمه في عمل لجنه الحكام؟ لا يا كابتن، عايز اقول لك على حاجه. قصدي كان قرار التاسع. بص يا كابتن، هقول لك على حاجه. طوال فتره تحكيم حكام ووالد الكابتن كذا او والد الكابتن كذا موجود في اللجنه، مش موجود في اللجنه وفي اللجنه وبره اللجنه. يعني عايز اقول لك مثلا كابتن احمد الشناوي لا يتدخل خالص في كابتن عزب، حتى لو ابنه كابتن نصر عباس، مبنى من احسن الحكام الموجوده في المحترفين، ما عمره اتصل قال مثلا ماتش ولا الكلام ده كله. عشان بس ما نزوجش باسماء اولياء الحكام، لا ده ما اثرش في اي حاجه خالص، لان احنا كنا بنشوف القرار من صاحب القرار الموجود بتاع الفار. لو قال هنا هنمشي معاه، لو قال هنا هنمشي معاه الراجل. يعني ان كابتن مجدي رزق بعت ايميل للكاف، ده كان سبب رئيسي في تغييره. ده كان سبب رئيسي اللي غير واللي عمل الاستاذ جمال علام. الاستاذ جمال علام هو اللي غير. يعني هو حتى قبلها بيوم هو كان مصمم ان مفيش تغييرات، هم موجودين، هو تاني يوم غير كابتن مجدي رزق، فيسال عن هذا الكلام برضه. انت طبقت الشروط يا كابتن نصر؟ الشروط اتطبقت فعلا في القائمه الدوليه؟ هو ده الكلام بقى يا كابتن محمد. انا مش عندي كابتن فاروق، انا عندي لائحه وشروط الفيفا في تعيين حكام الفار. انت عندك شروط واضحه جدا جدا. ومجدي رزق لما قعد مع حضرتك وقعد مع اللجنه قال يا جماعه الشروط 1 2 3، ان عشان انا يتم ترشيحي في قائمه الفار لابد ان انا اكون بلعب ملعب على الاقل سنتين يا كابتن محمد. ودي الشروط الموجوده في الاتحاد الدولي. ومجدي اشتغل بالشكل ده يا كابتن محمد، واتفقوا ان في ناس لا تنطبق عليها الشروط، وبالتالي هو الراجل قال رايه الفني. خلي بالك فيه عشان توضيح لمجدي، هو مش موجود. مجدي لما سئل ما سالش صراحه مين اللي موجود ومين اللي مش موجود. هم قالوا له ايه؟ قالوا له هل محمد عادل وامين عمر لو ما دخلوش قائمه الفار يؤثر عليهم في كاس العالم 2026؟ ده السؤال اللي اتسال مجدي. قال لهم لا، ما اتسالش مجدي في انت حاطط مين ومش حاطط مين. لا يا كابتن، لا 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 انا ما كنت موجود يا كابتن. لا واتسال على الناس اللي هي بتنتقد، هي ما كنتش موجوده. قال لا، من حقهم يكونوا موجودين، ما فيش الكلام ده خالص، ودول حكام صغار السن ودول مستقبل التحكيم في مصر، يكونوا موجودين. الكلام اتغير يا كابتن محمد. انا بقول لك الكلام اللي اتقال من الحكام الدوليين. أنا وعايز اقول لك على حاجه، في ناس كانوا في الاتحاد الافريقي مع الكابتن مجدي رزق في الفندق واتكلموا وقالوا نفس كلام الكابتن مجدي. قالوا لا الكلام ده مش موجود، والحكام الصغار السن دول يكونوا موجودين، ومفيش حاجه اسمها ياخد رخصه ولا الكلام ده كله. كلام من الاتحاد الافريقي كانوا موجودين، رغم ان المسؤولين بتوع الاتحاد الافريقي عملوا ده في اتحادات بلادهم على فكره. ده انا بقول لك، ده انا بقول لك بمنتهى الامانه، في المغرب وفي تونس وفي الجزائر اللي هم بيقولوا ما ينفعش، هم عملوه في اتحادات بلادهم. فمش شرط تاخد المعلومه وكانها ثقه، لان برضه انت داخل في منافسه معاهم على التاهل لكاس العالم. بلاش كده يا كابتن محمد. سؤال يا كابتن محمد، عايز اقول لك حاجه، انا عايز اقول لك على حاجه، خلينا نتكلم بمنتهى الامانه. اللي عايز يروح كاس عالم هيروح كاس عالم، اللي وراه اتحاد قوي هيروح كاس عالم. سيبك بقى من فار ورخصه ولا الكلام ده كله، اصلا والكابتن نصر حكم كبير وعارف الكلام ده كله. اتحاد كره قوي ورا حكم بتاعه هيروح، وحكم واثنين. طب انت شايف الاتحاد بظروفه دي مش هيبقى قوي في ان الحكم يروح كاس عالم؟ هو فين الاتحاد دلوقتي؟ هو موجود الاتحاد دلوقتي؟ لو كانت الظروف استمرت بالشكل ده يعني كان صعب ان هو يوفر حكام وتوقع سلام. كابتن صعب طبعا، صعب صعب. كابتن محمد، يا كابتن محمد، احنا عارفين كويس قوي ان الاتحادات بتقف مع حكامها، ولكن انا اعمل الصح، انا كلام الحكام اعمل الصح، لان عندي شروط ترشيح يا كابتن محمد. انا اشتغل صح واحط الحكام اللي تستحق، وبعدين اقول الاتحاد يوقف وما يوقفش. انما ما اشتغلش غلط واقول ان الشروط انت بتقول عليها دي مش هيقف. لا الشروط اللي انت بتقول عليها جت شروط بنفس الكلام بتتنافى مع نفس الكلام ده برضه، نفس الشروط دي بالعكس. طب ما تيجي نبص لجان حكام شمال افريقيا كده. انا ماليش دعوه بالمعسكر. بص للمعسكر الفار اللي تم فيه ارسال الحكام في معسكر الفار، حكام هم يحملوا الشاره الدوليه واشاره الفار. طب انا هقول لك على حاجه يا كابتن نصر. طيب ليه ما خدوش من تونس؟ طب ماشي، طب حمزه الفارق موجود، كل الناس دي بتصفر. طب ما خدوا حسام عزب حجاج في كاس الامم. لا ده معسكر تحضيري كده. ماشي، هقول لك ليه، لان هو طلع الاول عليهم في الاختبارات، في التصنيف، في التصنيف بتاع المعسكر اللي كانوا موجودين هنا، اللي ما حدش يعرفه. في ناس تانية بتقول الكابتن وائل فرحان هو اللي تصنيفه اول. لا ما اعرفش وائل ايه بالظبط، بس انا بقول لك حسام واخد تصنيف عالي جدا جدا. ده الكلام ده معلومه ولا حد قال لك؟ لا 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 معلومه. معلومه. يعني ده ممكن اخدها تصريح على لسان رئيس لجنه الحكام السابق. انا بقول لك موجود واخد اعلى الدرجات. كان تصنيفه رقم واحد. لا واخد اعلى الدرجات، يعني في التصنيف الاعلى. بزيل هم. طب خدوه ليه؟ لا الاختيارات ساعات بتبقى مش امور فنيه بنسبه 100%. طب احنا بتبقى في كده وفي كده. طب ما مش شرط. طب احنا لسه بنقول يروح كاس العالم، مش ما نفس المنطق انت بتتكلم عليه بقى. لو انت عايز هتودي مثلا كابتن محمد سعيد كاس العالم، هيروح كاس العالم، حط له معاييره وبعد كده اسند.
هي كابتن بعد اذنك هي اولا عموماً دي قائمه تحضيريه هنرجع مش اساسيه بس هنرجع لموضوع القائمه الدوليه ولسه عندي مفاجآت تانية في بعض الاسئله لان اكيد في ملفات برضو عايزين نتكلم فيها بس نطلع لفاصل ثم نواصل بعد الفاصل.